لازم تكوني زي الأول، أحلام بتفاجئ معجبة برد غير متوقع بعد ما اتمنت المعجبة دي بزوج زي زوج أحلام. مش هتصدق اللي قالته الفنانة شهيرة. تعال نشوف إيه الحكاية. اسم الفنانة أحلام اتصدر محركات البحث في الساعات اللي فاتت بعد اللي حصل بينها وبين معجبة. اتمنت إنها تتجوز شخص زي جوز أحلام. البداية كانت مع فيديو نشرته النجمة أحلام الشمسي وكان معاها زوجها مبارك الهجري على حسابها الرسمي بموقع إكس. ظهرت فيه أحلام وهي بتعمل السمك، وفي الفيديو ظهر زوجها الهجري اللي كان حريص إنه يعبر عن حبه لزوجته أحلام وإنه يمدحها ويتغزل فيها ويشيل بمهارتها في انها تعمل الاكل ومجهودها في تحضير الاكل بنفسها. وهنا ظهر كمان صوت احلام بعد كده وهي بتغني اغنيه عيني بترف للنجمه الراحله ليلى مراد. الفيديو حقق رواج كبير في الساعات اللي فاتت وسط تفاعل بين المتابعين، لكن المفاجاه كانت في اللي حصل من متابعه وتعليقها المثير على الفيديو واللي اتمنت تتجوز شخص زي جوز احلام، وقالت المتابعه: ما شاء الله ربنا هنيهم، يا دنيا عايزه واحد زي مبارك، ما طلبتش زياده، في اشاره لجوز احلام. وهنا كانت المفاجاه في رد فعل احلام على المعجبه وقررت انها توجه لها رساله، وقالت احلام في ردها على المتابعه دي: بس لازم تكوني زي احلام. احلام كانت سبب في جدل كبير في الفتره اللي فاتت بعد الواقعه الشهيره اللي حصلت مع المطربه انغام، وده وقت مهرجان موازين، وتفاجئت انغام بخطا في اسمها وقت المؤتمر الصحفي لما المراسله قالت لها احلام بدل انغام، وتداركت انغام الخطا ده وردت عليه بضحكه خفيفه، وهنا اعتذرت المراسله على الخطا. لكن احلام حرصت انها ترد على الواقعه دي وقالت في تصريحاتها: مع احترامي لك اعتذر منك، اسات الرد، اسمي مش اساءه لاي حد ابدا، انا احلام وهي انغام، وسبق في احد المؤتمرات غلطت اعلاميه باسمي مع فنانه ثانيه ورديت شرف ونقطة، اسمي مش إساءة، اسمي تشريف، وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعا اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي مش هيقصد الإساءة ليها، وحروفنا قريبة من بعض، وبكرر اسمي مش إساءة لأي فنان، مين مكان يكون؟ أحلام صوت الخليج اسم مشرف. مش بس كده، لكن أحلام كمان في الفترة اللي فاتت دخلت في أزمة كبيرة مع الفنانة شيرين رضا، وردت على تصريحات شيرين اللي هجمتها فيها بسبب قصة الأذان، وصفتها بأنها ست فاضية، وهنا أحلام قالت في منشورها: مين هي اللي فاضية؟ أنا فاضية؟ بس ليكي أكيد ما أكون فاضية، بس يا وليه اسمعي كويس، أنا عمري في حياتي مش هسمح لأشكالك إنها تقول إن صوت المؤذن والأذان إنه بيجعر وإنه جعير، والساكت عن الحق شيطان أخرس، مين اللي بيصفق لها؟ بسم الله، اللهم ساكنهم في مساكنهم، هم حتى في رمضان موجودين، أقصد للشياطين أكيد.